Excellency, President Macron, President of the Republic of France, Excellency Abdel Fattah al-Burhan, President of the Sovereign Council of Sudan, Excellencies, Head of State and Government, Honorable Heads and Representative of Regional and International Organizations and Funds, Distinguished Participants, Ladies and Gentlemen, Good afternoon. It is indeed إنه بالطبع إنه حقا لشرف لي أن أقف بينكم مخاطبا هذا الجمع الغفير من الشخصيات المتميزة. ودعوني أولا أن أعرب عن عميق امتناني وشكري للرئيس لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك حكومة وكذلك السودان حكومة وشعبا وكذلك لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية لاستضافتهم هذا المؤتمر الهام والتاريخي لدعم السودان. فعلى مدى العامين الماضيين قام خرج الملايين من شعب السودان خرجوا إلى الشوارع والطرقات وثاروا على الدكتاتورية التي كانت تحكمهم في ذلك الوقت وقاموا بثورتهم التي كان التي مثلت عندئذ علامة فارقة في تاريخ السودان المجيد. وبفضل هذه الثورة المجيدة التي قام بها الشعب السوداني في شهر ديسمبر من 2018 فإن الدكتاتورية قد تم القضاء عليها ويعمل الشعب السوداني ويسعى الشعب السوداني جاهدا إلى إقرار الديمقراطية وسيادة القانون والتغلب على كافة الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تواجهه في خلال هذه الفترة الانتقالية. وهنا وبالطبع لقد أتينا هنا اليوم لنعترف بقدرة هذا الشعب السوداني على البقاء وعلى بناء الديمقراطية. بالطبع إن شعب السودان قد برهن على أنهم لا يودون فقط القضاء على الدكتاتورية ولكنهم أيضا يرغبون بعد القضاء على الديمقراطية أن يعمقوا الإصلاحات الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية في بلادهم في خلال هذه الفترة الانتقالية. إن هناك خطة طموحا قد أرساها الشعب السوداني ومضوا خطوات واسعة نحو تحقيقها الرخاء. إن هناك أولويات إن هناك أهدافا قد أولاها الشعب السوداني أولوية لتحقيق هذه وهي الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية. بالطبع إن الشعب السوداني يبذل جهودا في مختلف المجالات للتغلب على الفساد والتغلب على الأزمة الاقتصادية والقيام بإصلاحات في المجالات العدالة وحقوق الإنسان وكذلك في إطار جهود التنمية الشاملة في دولة السودان وتحسين أداء الحكومة المدنية والمرافق العامة وكذلك حماية حقوق الإنسان وحقوق الحريات العامة والمساواة بين النوعين الاجتماعيين. كما يسعى الشعب السوداني إلى دعم مؤسسات المرحلة الانتقالية مثل المجلس الانتقالي. واليوم ونحن
ونحن اليوم وفي بالطبع، ولكن كما تعلمون جميعا ان ازمه كوفيد 19 او كوفيد 19 ازمه جائحه كورونا لم تدع دوله دون ان تصيبها في مقتل، ومن ثم فان الشعب السوداني وحكومته الان يسعيان جاهدين للتعامل ومواجهه هذه الازمه التي تسببت فيها هذه الجائحه، ونسعى للقضاء على الفساد والسوء الأداء الاقتصادي وانتهاك الحريات وتوفير الحقوق الإنسان الأساسية، وكل هذه العوامل ينبغي العمل على تحسينها وتحسين أدائها من أجل القضاء على النزاعات التي استشرت في كافة أنحاء البلاد. بالطبع إن كانت المفاوضات هي السبيل للقيام بهذا، للقضاء على هذه المظالم جميعا، والقضاء على الاختلافات. وفي شهر أكتوبر عام 2020 تم توقيع اتفاق جوبا، وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ هذه الاتفاقية، ونحن على دراية كاملة من أن بناء السلام لا يتوقف فحسب على توقيع، على مجرد توقيع تمهر به الاتفاقيات، ولكن بالطبع ينبغي أن يكون هناك جهود تبذل لتحقيق هذا السلام وتحويل هذا الاتفاق الموقع من مجرد ورقة تم توقيعها إلى واقع ملموس على الأرض. ونأمل ويحدون آمال وتحدون آمال كبيرة أن نسعى أن نحقق هذا. أصحاب الفخامة، أيها السيدات والسادة، إن الحكومة الانتقالية قد وضعت إصبع عينيها عددا من الأولويات تسعى إلى تحقيقها، والإصلاح القانون العام، إصلاح القانون العام، وكذلك إصلاح القانون الجنائي، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسات القائمة على تطبيق وإنفاذ القانون، وإرساء دعائم حقوق الإنسان بحيث تصبح جزءا أساسيا من النظام الحاكم في السودان. وأهم ما يميز هذه الفترة الانتقالية وهو الإصلاح الاقتصادي. تسعى الحكومة الانتقالية إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي، فقد ورثت الحكومة الانتقالية تركة اقتصادية مثقلة بالمشكلات الاقتصادية والمساعب الاقتصادية التي ينبغي على الحكومة الانتقالية أن تواجهها إن أرادت لهذه البلاد أن تنهض من كبوتها. ومن ثم فإننا نعمل على هذا. إن الموقف الذي أمامنا هو بالطبع موقف قد فاقمته أزمة جائحة كوفيد 19، وعلى الرغم من هذا فإن كل هذه المظاهر التي أمامنا تكمن وراءها شروخ اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، ينبغي أن نعمل على معالجتها وسدها. علينا أن نبدأ، إن أولويتنا الأولى هي معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وكان السودان قد وضع على قائمة أو لائحة الدول الراعية للإرهاب، ولكن تم رفعه من هذه القائمة، وبالتالي فإننا نناشد كافة الأطراف والشركاء المحبين للسودان أن يساعدوا السودان في هذا، أن يستفيد السودان بعد رفعه من قائمة الدول يعني التي ترعى الإرهاب، أن نسعى أن نناشد كافة الأطراف المشاركة للسودان والأطراف الدولية أن تساعد السودان على الخروج من أزمته الاقتصادية وعلى التحقيق الشفافية وإعادة ترتيب الأولويات الخاصة بالإنفاق العام، ولكن وكذلك الإصلاح الاقتصادي. ولقد
وكذلك نعمل على رفع المصاعب الاقتصادية من على كاهل مواطنينا في السودان. وقد تم اتخاذ عدد من التدابير ونعمل على اتخاذها بالفعل، وقد بدأنا في تنفيذ هذه التدابير لرفع المعاناة الاجتماعية بالاشتراك مع شركائنا، وإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من هذه الأهداف وإلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يوفر المزيد من الوظائف لمواطني السودان. إننا علينا أن نوفر مزيدا من الوظائف للمواهب الشابة بين أفراد الشعب السوداني، بدلا من تركهم يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر للهجرة إلى قارة أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أو في أي مكان. إننا اليوم في هذا المؤتمر نعرب عن تقديرنا لعقدكم هذا الاجتماع، وإننا نؤكد أن إننا بتعاونكم معنا فإننا نستطيع أن نحرر اقتصادنا مما لحق به من ديون ومن قيود، وإننا ماضون في تحقيق تقدمنا. وإنني أود أن أنتهز هذه الفرصة أن أعرب عن تقديرنا للمؤسسات الدولية وإلى فرنسا للمساعدات التي قدموها لنا، التي من شأنها أن نحقق ما نصبو إليه، كما نعرب عن تقديرنا للمملكة المتحدة وأيرلندا ولكافة الدول الأخرى والمؤسسات الأخرى. هذه الخطوات جميعاً لا غنى عنها بالنسبة للسودان. إننا ممتنون أشد الامتنان إلى كافة الدول والمؤسسات الصديقة في المنطقة، الدول الصديقة والمؤسسات، لكافة أشكال الدعم التي قدموه لنا. أيها السيدات والسادة، إننا نعبر تقديراً خاصاً للرئيس الفرنسي وللتضامن، ودعوني مرة أخرى أن أعرب عن تقديري الخالص والعميق مرة أخرى لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهذا الدعم الذي لم يبخل به على دولة السودان. أود أيضا أن أعرب عن تقديري وشكري الخالصين لكافة رؤساء الدول في المنطقة ورؤساء المؤسسات الدولية والإقليمية لما أولوه للسودان. وختاما، لقد ورثنا في السودان تركة مثقلة في بلادنا التي كافحت طويلا لنيل استقلالها، وخلال 30 عاما الماضية عانت بلادنا معاناة شديدة وواجهت تحديات شديدة العتوه، ومن ثم علينا أن نواجه هذه التحديات وأن نعمل جاهدين جميعا على تحقيق السلام الدائم، وأن نعمل على تحقيق ما يصبو إليه شعبنا من آمال وطموحات.